يلي شاف فيديو مبارح عرف انه القناة تاعتي اكلت سترايك، في واحد سوالي سترايك، بس اليوم شال السترايك من القناة، رد علي بالايميل اللي كنت بعت له اياه زمان وحكينا مع بعض وتفاهمنا مع بعض واخر شيء شال السترايك، فشكرا لك يا قيس لانك تفهمت وشلت السترايك، ولا حد يروح يتهجم عليه، بالعكس روحوا اشكروه احكوا له شكرا لانه شلت السترايك، ما حد يتهجم عليه، انا بس اسوي فيديو على مين مكان، لا تروحوا تتهجموا عليهم، الفيديوهات تاعتي مزح ضحك، فلا تقلبوها انتم جد لهاي الفيديوهات وتروحوا جمع هاي الناس. دام هو هلأ شال السترايك بالعكس روحوا اشكروه، شكرا لك يا قيس، ولا تكبروا الموضوع أكتر من هيك لأنه أنا وهو خلص تفاهمنا بالموضوع وحليناها مع بعض. وهلأ خلينا نبدأ بالمنشنات، نشوف منشنات اليوم. يلا بسم الله. كفو كفو يا أبو فلوس، كفو، هات فلوس كسبني، هستحمى بهدومي بس هات. كفو يا أبو فلوس أسد. والله هاي الحقيقة يا أخي، الصراحة جد هذا اللي قاعد بصير في التيك توك حاليا، زايدين كتير تعون التحديات يا أخي، بكل مكان صاروا موجودين، بلف بالتيك توك شوي بشوف واحد بس بيض على راسه، بيحط زيت على راسه، واحد بيشرب شخخ. شو بيصير قاعد في التيك توك أنا ما بعرف، كل هذا عشان الفلوس؟ لهاي الدرجة أنتم متعطشين للفلوس يا شحادين؟ شو قاعدين بتعملوا يا اخي؟ شوهتوا سمعة البرنامج من دون اشي، اصلا البرنامج مجاري، انتوا شوهتوا سمعته بزيادة. صعبانين عليك؟ بيعملوا كام دول؟ مش زيي طبعا. لا دول بيعملوا اكتر منك بكتير. ازاي يعني؟ الجنيه بتاعهم اللي بيجي بالعرق والكرامه وعزه النفس بمليون جنيه من بتوعك. يا عم كل واحد حر في تصرفاته. لا يا حبيبي، انت بتظهر للمجتمع اللي جوه واللي بره، اللي جوه لازم يفهمه اللي بغض النظر عن ظروفك كرامتك وعزه نفسك اهم حاجه. الناس اللي بره بقى لما تتفرج عليك هيقولوا المصريين اللي بيعملوا كده، مش انت اللي بتعمل كده. رسالة للناس اللي جوه وبره مصر، دي ناس أقلية مش بتمثلنا إطلاقا، احنا شعب كرامته فوق أي حد وأي فلوس، وتاريخنا بيثبت كده. مصر يعني العلم والحضارة والفن والتاريخ، مش دول. عمر ما الفلوس تحكمت في مبادئنا، حبيت أقول كده بس عشان محدش ينسى. والله صح لسانك، والله العظيم انك بتفهم، وهي الصراحة ما وقفت بس على شعب مصر، يعني في كتير ناس هيك صارت تطلع تعمل، مو بس يعني المصريين، العرب كلنا صايرين يعني احنا بالمرة خلص، كله قاعد بيطلع بالبثوث بهين بنفسه، إن كان أردني، سعودي، لبناني، مين مكان، أي دولة بتلاقي طالع بيعمل أحكام جدا سيئة بس عشان الفلوس ويبين إنه هو كفو أحكام. يا أخي وين راحت كرامتكو؟ أنتوا من كل عقلكو هيك بتطلعوا بتسووا؟ يا أخي حتى لو أنت بتطلع بتفتح بث وما بتنفذ أحكام مثلا نفس هيك إنك تفقس بيض على راسك، بتنفذ الأحكام يلي بالحكي، احكي إنه أنا عمك، احكي أنا حمار، احكي أنا كلب، هيك بيخلوك تهين نفسك بس عشان فلوس. والله العظيم انه في فترة بحياتي انا كان عندي متابعين كتير في التيك توك وما كان معي فلوس ابدا، هذا الكلام تقريبا من سنة ونص، كنت بشتغل في الشغل والشغل ما بيعطيني كتير فلوس، وضعي كان يعني ما منيح، وفي كتير حكولي افتح بث بتطلع فلوس من هذا البث، بس شفت انه الوضع اهانة، مثلا لما واحد يفوز عليك بيطلب منك اشياء اهانة، اهانة رسميا، روح اتحمم، افقس بيض على راسك، كل هاي اهانة، اهانة لنفسك، انت ما عندك كرامة. بعدها انا حكيت يا اخي مستحيل اسوي هيك شيء عشان الفلوس، حتى لو انا ما معي فلوس يا اخي ما بدي الفلوس، ولا اني اطلع اهين بنفسي، حتى لو انا اجتني فلوس وطلعت وصار عندي مصاري واطلع وسيارة واوكي انا عم بشتري اغراض، بس بالاخر كرامتي وين؟ سمعتي شو صار فيها؟ بالأرض. نفس الشيء انتو يلي بتطلعوا بتعملوا هاي الأشياء، سمعتكو بالأرض للأسف، ما في حد حيحترمكو، واحد يشوفك بالشارع من هذول اللي بيطلعوا بينفذوا أحكام بفقسوا بيض على راسهم وهي، شو وضعك اللي بيشوفك بالشارع ويروح يهين فيك؟ لأنه خلص متعود دايما يشوفك انت بتهين بنفسك، فحيشوفك بالشارع يهين فيك، ليش لا؟ ما حتقدر تحكي له شيء لأنه خلص انت معودهم انك انت بتهين نفسك دائما، ففكروا منيح يا أخي قبل أي شيء، الفلوس ما بتشتري الكرامة، لو شو ما صار. طعم زدت لك امبارح اللبوة وبنتا، هلا حيزدت لك الزلم. شو بك يا زلم؟ حط شامبو، حط شامبو. بدك تبزق، بدك تبزق وتطقس على راسك، بدك تبزق. ليك بتلعب على شواربة؟ ايه كب اسد، كب اسد. لا مش اسد، إذا شعراتك، إذا شعراتك، إذا شعراتك كلفوا اسد. ايه ايه حبيبي، لأنه شوية أنا بدي لفين أعملهم مثل أبو العابري. شوفوا مثلا هاد، شال شعره يا أخي علشان أسد، كم الأسد؟ كم بيجيب لك؟ 2000 ألف دولار؟ وهلأ كمان بيحكوا له بدو يلعبوا على شنبه، بدو يشتروا شنبه، يعني من الآخر زي كأنه عم بيشتروا شنبك منك. اسمع، بدي أشتري شنبك منك، كم أنزل لك عشان تشيله؟ لا لا، إذا بتلعب على شويرباك 10,000 كوين، هلأ تلعب على شويرباك
نسر زدت نسر بس سو... حلو والله. صور اعمل سكين شوت بسرعة نسر. يلا 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 زال يا نور. يلا 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 احلو احلو. اصلا ما نزل له إلو. نزل لواحد تاني. يعني شوفوا هذا الابله لاي درجة غبي. ما انتبه اصلا انه ما نزل لإلو النسر. نزل للتاني اللي داخل قست. لا شو من إلو؟ من إلو؟ ده انا بدي اسلم الاول روق مش هتقله انا هون. بقول له انا لك عصام الله يستر بحيات الله ينكر صورونه. لا ما حدا صور. شايف اللي صار؟ النسر كبولا نور والدولفين كبولا الي. يعني انت ما نزل لك شيء. انت جربت تطربشنا امبارح. نحن بلا بلا صح الأرض. انا ما انتبهت والله العظيم صح. انا يلا تعيش وتاكل غيره يا عصام. بعت حالك بكتير رخيص يا عصام. وهو نفسه بيحكي لك كمان بعت حالك بكتير رخيص. تستاهل كل هذا اللي سويته على الفاضي. ولا فلسة أخذت. يا الله شو أبله يا أخي. أي حد بيفتح بثوثك بحسه أبله. بدي فلوس يا أسد. أسد بينام وبيحلم في الأسد. أسد بدي أسد. ما بقى بدي أحكي باحترام. أنتوا جماعة ما بيلبق لكم إلا قلية الأخلاق. يا أخي شو القصة اليوم؟ كل البنشنات على بثوث التيك توك. الناس هلأ قاعدة بتصحى على هذا الموضوع. صارت تشوف أنه الموضوع زاد عن حده. أنا من زمان كنت أحكي لكم على بثوث التيك توك أنه يا أخي غلط بغلط. كل البثوث نظام البثوث غلط. بس هلأ ناس أكتر صارت تشوف هذا الموضوع وتطلع تحكي عنه. فالحمد لله أنه في ناس قاعدة بتشوف وعم تطلع توعي هاي الناس يلي ما بعرف هم شو اصلا. ما اتوقع هم يعني مش واعيين. اكيد واعيين وعارفين شو اللي بيسووه وعارفين انه كرامتهم بالارض. بس هم بيكملوا ما فارقه معاهم. اهم شيء شو؟ فلوس. انتوا جماعه بلا اخلاق بيرد عليكم بقلية اخلاق. يا ولاد الحرام يا ولاد الستمية حرام. مش عم تعملوا مش عم يصير فيكن. هبلتوا خلاص خلص فصلته. بطل في دماغ بطل في عقل تفكروا فيه. شوفوا هاي البنت متحجبة قاعدة بترقص في نص البث واللي جنبها حاطط على وجهه. ما بعرف شو حاطط. بس شوفوا لأي مرحلة موصلة. والمشكلة بتيجي بتبرر هي انه مثلا لو واحد اجى حكالها شو بتسوي انت ما بصير هيك تعملي. لا هذا حكم معروف انه هاي ما بتتحاسب عليه وعادي. يعني ما دخل ولا بتضيع كرامتك ولا اي شيء لانه هذا حكم. وانا عم بطلع فلوس يعني عم بسترزق. الشغل مو عيب. هذا مو شغل. هذا تضيع كرامة. لما عندكم اولاد مش عم بيصير فيكم. لك المصاري اذا بدها توصلنا لهون. لك اللي عم بي المصاري اذا بدها تخليني انزل وتنهان كرامتي قدام العالم. بخار عليكم قرفتونا التيك توك يا زلمة. قرفتونا التيك توك. رجال لحية وشنب قاعد بيلحس من حليب من الأرض زي البسة. شو عم تعمل؟ عندك شنب ولحية طالع هيك تلحس من الأرض حليب عشان حكم؟ مش حق عليكم حق علي عم بتابعكم. ما أحمر منكم إلا عم اللي عم بتابعكم. خلاص قرفتونا قرفتونا خلاص. والله معك حق 100%. الغلط مش بس عليهم. الغلط كمان على اللي بيحضرهم اللي بيعزز لهم هاي الأشياء اللي بيعطوهم هدايا. هما بيفكروا انه احنا يا اخي عم نضحك عليهم خلينا نعطيهم فلوس ونضحك عليهم. انت سبب لهاي المشكلة على فكرة. انت اكبر سبب لهاي المشكلة لانك انت بتطلع بتعطيهم الفلوس بتعزز لهم بصيروا بيتحمسوا ويفتحوا كمان بثوث. ولو بتلاحظوا صار الوضع كتير عادي لدرجة انه مثلا بس نشوف هيك ناس بيعملوا هاي الأشياء. واحد بلحس من الأرض حليب عامل حاله بس ولا واحدة بترقص ولابسة حجاب. صرنا نشوف هاي الأشياء أنه عادي هيك نمر نشوفها. أو أوكي الفيديو اللي بعده. لأنه خلاص هاي الأشكال صارت بكل مكان. يعني تعودنا إحنا بشكل مو طبيعي على هاي الفيديوهات لدرجة أنه صرنا نشوفها عادي. بس هي مو عادي. نفس المشكلة كمان تاعت الفوفو بويز. إحنا من كتر ما صرنا مثلا نشوف فوفو بويز هدول المثليين صرنا نشوفها عادي. بس هي مو عادي. فاصحوا ضلكوا صاحيين على هذا الاشي. لا تشوفوا هاي الاشياء عادية ابدا. دائما خلوا المبادئ تاعتكم موجودة. لا تخلوا السوشيال ميديا
تغير المبادئ تاعتك، تصير تشوف هاي الأشياء عادية بس عشان صرت تشوفها كتير بالسوشال ميديا أو شفت كتير ناس بتعمل هيك، فخلاص يا أخي عادي خليهم على راحتهم، خلاص عادي كتير في ناس هيك بيسووا خلاص خلينا نتركهم براحتهم. ما تخلوهم براحتهم، لا تتركوهم براحتهم، دائما احكوا لهم شو بتسووا، يمكن يا أخي يصحوا، يمكن هو لأنه بينه وبين نفسه بيقعد يفكر بالموضوع أنا اللي بعمله صح ولا غلط. فممكن أنت لما تيجي تحكي له هاي النصيحة تحكي له هاي الكلمة أنت شو بتسوي، ما بصير هيك تعمل، يجي يصحى هو على حاله يحكي آه والله صح كلامه هذا الإنسان أنا حوقف أسوي هيك. أنت وحشة قلبي كلها يا عيون، أنت كبسوا كبسوا على عيونها، على عيونها الحلوة كبسوا. طيب تبدلين بالسماعات، أعطيك سماعات تعطيني سماعاتك الحلوة. عندك سماعات؟ ليش سماعات؟ يعطيك حقاتي، يكون ماخذ منك سماعات حلوة ماخذ مني سماعات حلوة. لا أحس سماعات، رأيك أحس سماعاتك يبيلها كلوركس. تحكي له احس سماعاتك كبيره كلوركس بتجلد فيك انت. شو بتسوي؟ حلو شعري، حلو شعرك، حلو كلنا حلوين زي بعض. ما في اشي فيك حلو ولا اشي الصراحه فيك حلو، لا شعر لا شكل لا سماعات لا لبس ولا اي شيء. فهد كم عمرك؟ عمري 29. هذا عمره 29 وهيك بيعمل؟ والله العظيم بفكرك طفل. هو انت من وجهك الصراحة مبين عمرك 50، يعني لا تفهمني غلط بس انه من تصرفاتك مبين طفل. بالله سوي لي غل، هذا السماعة انا خشمك، نسمع صوت خشمك وخذتها. ايه سوي لي غل، سوي لي غل، سوي لي غل بيدك. شكرا يا قلبي. لا بدون باس، شكرا. ليه من امبوس افال عيلتي؟ هذين حبيباتي تسوي لهم امبوس. يلا يا جماعه اخر ثواني. حبيباتك بتسوي لهم مين حبيباتك؟ جن؟ مين حبيباتك؟ ما انا مو عارف مين بيصاحبك، مو مين ممكن يحبك فهودي؟ فهودي انت لازم حدا يراقبك 24 ساعة، يكون في حد بيراقب فيك شو بتعمل، كل خطوة إلك، أي كلمة بتحكيها يجي يراقبك، حكيت كلمة غلط يخبطك على تمك خبطه هيك تتعلم انك اوكي ما تعيد هاي الكلمه. والبنت هاي يا اخي ليش لساتها داخله معه؟ تطلع من البث، شو قاعده بتسوي؟ ليش بتعذبي بحالك؟ اطلعي من البث يا اخي. كل بثوث التيك توك يا اخي هيك غريبه عجيبه، يعني حتى اللي ما فيها احكام وسخه واحكام تهين فيها حالك فيها اشي غريب. خلاص بكفي لليوم، شفنا كتير بثوث تيك توك، الفيديو كله عبارة عن بثوث تيك توك، شو هاي المنشنات اليوم كلياتها بثوث. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير، في امان الله.